السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي ومتابعي قناة حياة الكناري، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. في هذه الحلقة أصدقائي سوف نتعرف على هل يجب عزل ذكور الكناري على إناث الكناري عند انتهائهم من مرحلة الإنتاج ودخولهم في مرحلة غيار الريش، أو يجب إبقاؤهم مع بعضهم البعض؟ هل هذا السلوك يؤثر في تربيتهم أو أمر عادي ولا مشكلة في إبقائهم مع بعضهم على مدار فترة غيار الريش التي تأتي بعد مرحلة الإنتاج؟ فإبقاء ذكور وإناث الكناري مع بعضهم البعض يعني الأزواج الذي ننتج منها في مرحلة الإنتاج، فهو أمر عادي ولا نجد معهم أي مشاكل خلال موسم التكاثر. ولكن بعد انتهاء هذه الفترة فهنا بعض المربيين يتركون تلك الأزواج مع بعضها البعض خلال مرحلة غيار الريش وإلى غاية مرحلة الراحة ومرحلة التجهيز. فإن كنت تقوم بهذا الفعل صديقي المربي فهذا يؤثر في جهودية الذكور خاصة عندما نريد تجهيزهم، وهذا الفعل هو السبب في عدم تغريد الذكور وتأخر في جهوزيتها، لأن في سلوكيات تربية الكناري الذكور تكون عدوانية مع بعضها البعض لأنها تحب فرض سيطرتها على بعضها البعض، خصوصا عندما تصل مرحلة التجهيز التزاوج. فالفعل الصحيح وكيف تتعامل مع طيورك عند انتهائها من مرحلة الإنتاج؟ فهنا يجب عزل إناث عن ذكور الكناري ووضع كل منهما في قفص. فالإناث لا بأس في جمعهم في قفص واحد والعناية بهم في مرحلة غيار الريش إلى غاية مرحلة التجهيز. فتجهيزهم جميعا فهو سلوك صحيح ويختصر عليك الوقت والجهد التي تقوم به معهم. فأنا طبعا أتكلم على إناث، أما بالنسبة للذكور الكناري أصدقائي فهي تختلف تماما على الإناث. فإذا أردت ذكر كناري جاهز ويعطيك بيض منقح وحتى فترة تبديل الريش تكون أسرع، فيجب عزل كل ذكر في قفص والعناية به لا من خلال الأغذية أو التشميس والدوش كذلك، يعني كل ما يلزمه لكي تمر تلك المرحلة على أفضل الأحوال. هناك طريقة ثانية أيضا، وهذه بالنسبة للمربيين الذين عندهم نقص في الأقفاص، وهذه الطريقة هو جمع الذكور لا يتعدى عددها 4 ووضعهم في قفص واحد والعناية بهم. ولكن هذه الطريقة لا يجب أن تتعدى مرحلة تغيير الريش فقط، فبمجرد انتهاء ذكر من غيار الريش فيجب عزله على الذكور التي كانت معه في قفص لوحده لتفادي الشجار بينهم، لأن بعد تغيير الريش تبدأ الذكور بإحساس بالجهوزية، فهنا تتفاعل لديها هرمونات التزاوج وتريد السيطرة على كل من حولها. فإذا تركت الذكور مع بعضها البعض في مرحلة الراحة والتجهيز فهنا سوف تشاهد الشجار العنيف ونتف الريش لبعضهم وعدم أخذ الراحة التي هي مصدر طريقة الجهوزية للتزاوج ناجح وذكر جاهز ويلقح البيض. فكما ذكرت لكم أصدقائي فالإناث لا بأس في جمعها في قفص واحد والعناية بها، والذكور يجب معاملتها عكس الإناث ووضعها في أقفاص مختلفة لكي تضمن جهوزيتها بسرعة إذا أردت الحصول منها على إنتاج جيد. وشكرا لكم على حسن المشاهدة، وشكرا لكم على إعجابكم بالفيديو، وبالتوفيق لكم جميعا. ومن لديه أي سؤال فمرحبا بكم أصدقائي، وحظ موفق.